السلام عليكم، أنا اسمي زياد هشام من مصر وأدرس في الصف العاشر في مدرسة سنمارك البريطانية. فأريد أن أبدي رأيي عن تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة. هناك قصيدة دائما أحبها لأنها تعبر عن مدى عمق اللغة العربية، وهي: أنا البحر في أعشاه الدر كامن، فأسأل الغواص عن صدفاتي. هذه القصيدة تعبر عن مدى عمق اللغة العربية ومدى أن هناك مفردات كامنة في هذه اللغة كثيرة جدا، وهي لغة القرآن. قال الله تعالى في سورة يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، صدق الله العظيم. فهذه اللغة التي حفظها الله، فهي تحمل من المعاني السامية ما يجعلها تليق باللغة التي يختارها الله لكتابه الكريم. وفي مدرسة سمار، هي مدرسة تبدي اهتماما بالغا بتعليم اللغة العربية بطرق شتى وطرق حديثة، طرق تدعو إلى التفكير الناقد والبحث والتعلم المستقل والتفكير الإبداعي والابتكاري. وهذا أيضا يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والأجندة الوطنية، وأيضا يتماشى أو يتوافق مع رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مبادراته العديدة التي تروج إلى اللغة العربية وتكرم مستخدميها وتكرم الذين يتحدثونها بطلاقة وتكرم من يتحدثها بطريقة فصيحة. تخيل مدرسة فيها كل ما أي طالب حول العالم يتمناه، وفيها نتعلم اللغات، وأهمها لغتي، هويتي، وطني وديني، وماضي وحاضري ومستقبلي، لغة العربية. هنا في سنمار أشعر بأنني في بيت الثاني. وإذا جمعت كل هذه المزايا سيؤدي إلى مجتمع مثقف واعي لهويته العربية، مدرك رؤية وطنه لتحقيق أسمى الغايات. بالإضافة أن طريقة التدريس في سنمارك تتوافق مع رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نشر اللغة العربية، تتوافق مع مبادراته العديدة التي تكرم من يتقنها ويجيد تحدثها بالفصحى. ما أجمل أن يعيش الإنسان حياة طيبة مليئة بالحب والفرح والسعادة. هذه هي الحياة داخل مدرسة سنمارك. أخص بالذكر حصص اللغة العربية، فيها نستمتع ونبحث ونتشارك ونتعلم الكثير من المعلومات في مختلف المجالات، نتناقش بموضوعية ونبدي رأينا بكل حرية. في سنمارك نعمل بجد لإخراج أجيال جديدة تتحدث اللغة العربية بطلاقة وتفخر بأنها تحمل هوية اللغة العربية. شكرا لكم.